السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ إن شاء الله كله بخير. Everyone okay؟ All right. Last time I asked you to submit a homework, but I forgot to put the homework link on the Moodle. I put it today. So please submit the homework on the link provided for last week. Understood? انا دكتور بيان، عندي اللينك وعملت له سبميت للهوم. Okay, great. دكتور، الاسبوع الماضي ما اخذنا محاضرة اصلا، احنا اخذنا الواجب الوحيد يلي هو تبع المانيوال. تبع المانيوال. بالضبط، اللي هو الانستراكشنز والانفورميشنز. بالضبط، الانفورميشن عفوا. بس هذا اوكي، خلاص. انا هسه حطيت لكم، معناها انا خربشت، حطيت لكم لينك. أنا بدي أرد عليكم هذا الإشي، ما أخذتوه معناها أنتم. اليوم المفروض كنا نمشي في تكنيكال رايتنج إيميلز، فهي بدي أسكرها، بس أنا بدي اليوم وبدي القديمة اللي هي إلمنتس أوف تكنيكال رايتنج. رايت، مش هاي اللي أخذناها؟ يس. صحيح دكتور. طيب هلا هاي حطيت لكم هون هوم ورك، استمدد وقته، اللي هو هوم ورك 1 بي، اللي هو بدك تحكي لي انت وات از تكنيكال رايتنج، يوز ريفرنسز از وير توت ان كلاس، يعني زي ما تعلمنا بالصف، بس واضح انكم انتم ما تعلمتوهاش بالصف، فانا بدي اعلمكم اياها اليوم. اوكي، كيف تعمل ريفرنسز؟ هاو دو يوز مايكروسوفت وورد تو كرييت ريفرنسز، بروبر ريفرنسز. Every document that you write must be properly referenced. Exact referencing, where you get the information from. Why is that? Can someone answer? Why is that? Why should you put the reference? To improve your evidences, maybe. Correct. But what happens if you don't put the reference? بتصير سارق للمعلومة، مش بالضبط، رايت. اللي هي إلها عدة أسماء، من ضمنهم cheating. بتصير cheating، بتصير copying، بتصير plagiarism، زي ما أخذنا في السابق. هدول كلياتهم أنت بتتجنبهم by installing references أو putting أو adding references to your document in the proper way. هسه شو هي البروبر واي؟ I will teach you that today. ماشي الحال؟ ف this is a an assignment. Okay, we'll talk about it. Let's go there first. أخذتوا أنتوا كورس اسمه Research Methods، صح؟ ولا مش صح؟ لا، ما أخذنا. أنا منزل الفصل هذا، ما يعني مع هاي المادة وقلنا مع هذا الفصل. أوكي، معناها أنتوا جداد يعني مش قدامى، صح؟ ولا ليش مش مهرينه؟ سنة رابعة مش معقول يا زلمه، ريسيرش ميثودز من السنوات الثانيه، لازم تكون خالص. على اي حال هو فري للجامعه، مش هيك؟ فري الكتيف جامعه. anyway. required. نعم. هتخلصنا rules concise grammatical errors types. هاي هي this important rule اللي محطوطة بالأحمر بالبنط العريض. Do not copy anyone's work. You cannot copy. When you copy anything from the internet, either you present it to me or to anyone else, consider yourself a cheater. أنت غشيت. أوكي؟ طيب. من وين نجيب معلومات؟
من وين نجيب معلومات؟ إذا أنا بنكل من النت، if I copy something from the net, I am a cheater. Then where can I get information from؟ من وين أجيب لك يعني معلومات؟ جاوبوني. بوكس ريسيرش. صحيح، book research كله صحيح. إذا بتحطه في الدوكيومنت تبعتك يعتبر cheating. إلا إذا if you use references properly. هذا الحكي اسمه citation, adding citation to your document. Okay. إذا do not copy anyone's work. مفهوم. Use your own words. بدك تستخدم كلماتك الحقيقية. أنت يعني تقرأ الإشي وتكتبه في كلماتك. We usually get information from other sources, but use references with proper citation. With proper citation. مع citation بطريقة مظبوطة. مش على خاطرك. بطريقة مرتبة ومضبوطة ومظبوطة. هاي الطريقة المرتبة ومضبوطة ومظبوطة في إلها عدة ستاندردز، واحد منهم اسمه APA، واحد منهم اسمه IEEE. أوكي، تمام. هدول الفورمز اللي هم اي تريبل اي واي بي اي بالماده اللي بتاخذوها اللي هي الريسيرش ميثودز بحفظوكم اياها كيف تنكتب في الاي بي اي، يعني كيف تعمل بروبر ريفرنسينج. بالاول بتحط اسم المؤلف، بعدين اسم الكتاب، بعدين اي سنه انتشر فيها، بعدين شو اسم الطابع او الناشر والمدينه. اوكي، الاشي اللي something I'll teach you today is how to use Word, Microsoft Word, to create this for you automatically without you memorizing anything. You don't have to memorize. You don't have to remember how it's sorted. Microsoft Word will do that for you. Okay? How? طيب, I will show you that in a minute, بس خلينا نطلع على هاي اللي هي آخر جراف. دائما at the end of your document there will be something like this. ايش اسمه references، يعني مراجع. بالانجليزي الانجليش انجليش يعني بريطانيا بسموها bibliography which means references. الدوكيومنتس اللي انت بدك تنشر فيها اي شيء، احنا هون اسمنا Arab American University ما اسمناش Arab British University، فبنتبع هاي الاسلوب references بنحط. كيف تنكتب الريفرنسز؟ عوض اس يعني سامي عوض، مرعي ام يعني الدكتور محمد مرعي، عوض ومرعي هاي اسم المؤلف. هاي the elements of technical writing for AAUP students. هاي اسم المؤلف او الاشي المؤلف. هون AAUP Journal of Research 13 هاي وين انتشرت؟ من بيج 31 ل 35 2016، هيك ترتيبتها. هلا انا I swear يعني مش حافظ ولا مستعد احفظ كيف تنكتب، لانه اولا في ديفرنت ستاندردز وكل ماجازين تطلب نوع ثاني. مثلا ماجازين تطلب منك اي بي اي، انذر ماجازين تطلب منك اي تريبل اي. هاي مكتوبه على طريقه اي بي اي. اي تريبل اي بحطوا ارقام 1 2 3 4 5. هلا هاي الارقام هي اللي بدنا نستخدمها، اللي هي بدنا نستخدم الميثود تبع الاي تريبل اي. مع العلم انتم في الريسيرش ميثودز بتاخذوا اي بي اي، but either way no matter what you use Microsoft Word will do that for you automatically. ماشي. هلا قبل ما ادخل في الدرس مشان اكون ضامن مين موجود ومين مش موجود، بدي اخذ غياب فورا.
يلا. عبد الله عبد العزيز، أدهم بدوي، موجود. أحمد دمياطي، أحمد دراغمي، أمجد قطيط، موجود. بانا أو بنا حمارشي، موجودة. براء خماسي، موجود دكتور. ضحى معالي، عمارة ربيعة، حمزة خليفة، همام أبو تيمة، موجود. إبراهيم عطاطري، موجود. جنى أبو ريحان، موجودة. لجين صوافطة، موجودة. مكرم بني عودي، ماسة عياد، موجودة. محمد قنديل، محمد البزور، وجود. محمد محي الدين، موجود. محمد داود، موجود. محمد أبو جابر، موجود. نبيل عامر، موجود. ناصر الدين شتية، موجود. عريب سمارة، موجود. رغد زكارني، موجودة. راوية موجودة. ناجي، سجى محمد، سجى حمد، حماد. موجود. محمد سليمان أبو غزال، موجود. يمامة لبزور، موجود. يزيد أبو سلامة، موجود. إن شاء الله بتضلوا موجودين. وهاي سيف، هاي كونفيرم، يس، ليتس جو تو ورك. طيب هلا احنا قلنا اذا references use proper references اللي هي اسمها citation، طلع لي هون do not copy anyone's work use your own words. يعني اذا بدك تعمل copy لإشي من النت او من كتاب او من text book او من اي journal، ما بصير تيجي تعمل بالماوس هيك تعمل له هايلايت تقيمه وتحطه في الدوكيومنت تبعتك. هاي اول شغله. ولا شو اعمل؟ لا، بدك انت تقراه وتكتبه بطريقه ثانيه، ممنوع تكتبه حرف زي ما هو، ممنوع تعمل له بيست. If you paste it هاي اسمها cheating، حتى لو حطيت ريفرنس. تمام؟ اثنين، when you add or include information that has been imported from other references you have to put it in proper citation. شو يعني proper citation؟ السيتيشن في الدوكيومنت له موقعين. شو يعني موقعين؟ يعني الموقع الاول محل ما انت عملت سايتيشن، مثلا اذا هون السايتيشن هاي تبعها رقم واحد كمحطوط هيك رقم واحد، شو يعني هاي رقم واحد؟ معناها السورس الاولاني او الريفرنس الاولاني. فبتنزل على الريفرنسز بتلاقي هون مثلا رقم واحد اللي هو السورس الاول. هذا حسب الاي تريبل اي، الاي تريبل اي بترقم ترقيم، الاي بي اي تكتب حسب اللاست نيم، يعني بتبدا في عوض بعدين بتروح للبي للسي لعند الزي شو ما كان يكون. فاليوم بدي اورجيكم على مايكروسوفت وورد هاو تو دو ذات. مثلا انتم الهوم ورك تبعكم المطلوب فيه انه تكتب لي وات از تكنيكال رايتنج، يعني بناء على التعريفات اللي اخذناها هون، بناء على اللي مكتوب في النت، شو هو التكنيكال، يعني هدول مع هدول، تمام؟ بدنا نعرف شو التكنيكال رايتنج. طيب انا باجي ببساطه لو بدي اكتب تكنيكال رايتنج بفتح وورد دوكيمنت، صح؟ جديده، ما في يعني فيش داعي انه الواحد يشيل اشي او يعمل اشي مش موجود. طيب مثلا هون عملت سايتيشن اكزامبل للطلاب الثانيه، بدي اعمل دوكيمنت جديد.
new word document أسميها how to use citation. تمام، افرض انا بدي اكتب تكنيكال رايتنج، اذا لاحظتوا في صلحت لكم انا الهوم ورك الاولاني، في ناس خصمت لهم هيك نص علامه. ليش؟ لانه مش كاتب اسمه ولا كاتب شو هي هاي الورقه المقدمه. Anything that you write must include a title including your name, the date, the topic, even the time. That is important. ليش؟ لانه هاي الدوكيمنت اللي بدون نيم ولا عنوان ولا مش عارف ايش It's worthless. ما بتسوى شيء، حتى لو كاتبها بخط ايدك. لازم تكون الورقة عنوان مشان ينعرف الواحد مين اللي كتبها ولا مين كاتبها وليش، اللي هو الإشي اللي ناقشناه في أول الـ elements of technical writing. فهون لو بدي أكتب عنوان مثلا What is technical writing؟ هذا عنوان، شو لازم أعمل فيه العنوان مشان يكون عنوان مرتب ومبين؟ مشان أعرف إنه عنوان حطه بالنص وكبره، حطه بالنص كبره اعمله بولد. صار عنوان. تمام، طيب خلينا نبدأ. طب اذا انا بدي ابدا وات تكنيكال رايتنج، بقدر ابدا اكتب من مخي اي شيء، بكتبه من مخي ما فيش داعي ارجع لريفرنس، ولكن اللي بكتبه من مخي بده يكون فاكت وكوركت وصحيح. فانا منين بدي اجيب معلومات؟ بجيب معلومات من الكتاب اللي هو تبعنا او من النت. طيب بقدر اعمل كوبي من النت؟ لا. طب شو بعمل اذا؟ طلع شو بعمل، بروح على النت بعمل سيرتش، تكنيكال رايتنج، هاي بعمل سيرتش من حد ما تفتح النت، من اول ما يجي هاي. Technical writing is a form of communication that professionals use to convey information about specialized topics. A technical writer might create content to provide instructions or explain information or technical concepts regarding environment, regulations, computer special. هذا التعريف اللي هون مكتوب بيشبه اللي بتعرفوه ولا لا؟ Is it يعني similar to what we know؟ Is it similar to what we know? The answer is yes. Yes, definite yes. يعني technical writing is a form of communication. نعم صحيح. That professionals use. نعم صحيح. To convey information. نعم صحيح. في specialized topics. نعم صحيح. Technical writer might create content to provide instruction. صحيح. Or explain technical. صحيح. هذا اللي بنعرفه. الآن لو أنا بدي أكتب technical writing ما بصير أجي أعمل هيك، أسحب هدول أسركهم وأعمل control C وأروح على document وأعمل control V، هيك صرت زي كأن أنا اللي كاتبين. صح؟ هذا ممنوع، هذا اسمه cheating حتى لو حطيت reference. وأنا بعرف شو الريفرنس تبعها، يعني أنا جبتها ما طلعت شو الريفرنس تبعها. طب ولا ايش اللي لازم نعمل اذا؟ هاي ماخوذه من محل اسمه indeed.com كارير، بصير شو نكبس عليها. تمام، وهلا بصيغها بطريقتي الخاصه، بقرا هون شو مكتوب. professionals ranging from doctors to engineers to chemists find it necessary to convey complex topics to consumers. ها، انه في عندي انا ناس professionals وفي عندي information بدي أعطيها لمين؟ لأودينس. هذا الأودينس ممكن يكون تكنيكال، يعني مستواهم عالي، بروفيسورز ودكتورز ومتخصصين، وممكن يكونوا ناس عاديين. يعني أنتوا لما أعطتوني، لما طلبت منكم last homework، last homework
الانستراكشنز اللي محطوطه في المانيوالز اللي اعطيتوني اياها معموله لتكنيكال بيبل ولا للتكنيكال بيبل ولا لنورمال بيبل؟ ده نورمال المفروض. بالظبط، يعني بغض النظر شو الباك جراوند تبعتك المفروض تفهم هاي الانفورميشن. هلا مش كل التكنيكال رايتنج هيك، لا في تكنيكال رايتنج مثلا كاتبينه دكاتره لدكاتره، بيجي سامع عوض بيقراها بفهمش ولا حرف، بس برضه هذا تكنيكال رايتنج. اوكي، اذا شو بدنا نعمل بالنهايه؟ ما بصير اعمل هيك، هذا غلط. فباجي بقول انا شو هاي الجمله اللي مكتوبه فوق، باجي بصيغها بلغتي الخاصه. كيف؟ ما هو مكتوب تكنيكال رايتنج از فورم اوف كوميونيكيشن كذا 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 كذا. مثلا ببدا بطريقتي اللي هي there are two forms of written communication. هاي من عندي، ما حدش كتبها قبل هيك، جوز حدا كتبها قبل هيك. technical writing is a form of professional writing that deals with specialized topics. طلع انا هاي طلعت فوق قبل ما اكتبها. هسه هاي الجمله مش من عندي، جبتها من هون. اوكي، بس كتبتها بطريقه ثانيه. وباجي هون بعمل citation. شو يعني citation؟ طلعوا منيح هسه. السايتيشن يعني بدي اضيف الريفرنس من وين جبتها، وبدي تظهر هون انه هاي، طلع وين حطيت الكيرسر؟ قبل النقطة، خلصت الجملة قبل النقطة، قبل الفول ستوب. بروح على الوورد، طلع وين بروح؟ على ريفرنسز، هاي ريفرنسز، وفي هون تحت ريفرنسز انسرت سايتيشن، شايفينها؟ insert citation، بكبس عليه add new source، بكبس عليه بيفتح لي ويندو. انا من وين جايبها هاي الارتكل؟ جايبها من جيرنال ارتكل ولا جايبها من بوك؟ ويب سايت. من ويب سايت، بنزل لتحت اشوف وين في ويب سايت، هاي ويب سايت. ليه؟ طب هذا الويب سايت انا شو بعرف عنه؟ هات تروح اشوف الويب سايت، هذا اسمه indeed.com، بس هذا اللي بعرفه عنه. اذا في معلومات ثانيه بتبقى تحت 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 الاخر، ما فيش. اوكي، هياته indeed 2023 ما فيش يعني، فخلص انا ما بعرف شيء الا انه indeed. طيب بيجي بقول لي هون الاوثر، بقول له انا indeed.com، ما بعرفش مين الاوثر. نيم اوف ويب بيج، شو النيم اوف ذا ويب بيج؟ شو عنوان الصفحه؟ شو What is technical writing definition sample? Career development. What is technical writing? Name of website www.indeed.com. هاي بتعمل هالشغلة مرة واحدة. هلا year month ومش عارف شو، هدول مهمات انه انت وين تعملت access لإله. قولوا لي ليش هاي مهمة؟ عشان يمكن يصير تعديل من الموقع. يا عيني عليك، ممكن يصير تعديل وممكن تلتغي الصفحة كلها، بطل فيش اسمه indeed.com، تروح تختفي من الدنيا. فالير 2023، المنث نوفمبر او 11، الدي 12. هسا اليو ار ال، اليو ار ال هاي اللي هي اللي فوق، تمام؟ حتى مش ضروري كلياتها يعني، بس انما بنحطها هيك، صار في عندي ريفرنس وبروبر سايتيشن. هلا لاحظوا شو كتب لي، indeed.com 2023، ما عمل لي رقم واحد،
مين بيقدر يحذر؟ ليش يحذر؟ مش غير ممكن لانه لا يا لازم قال له انا، نعملها اي ترابل اي يا عين عليك، هاي معمولة على الاي بي اي ستايل. هاي شوف ستايل، هاي انسرت سايتيشن. هسه الستايل، احنا انا الستايل اللي مستخدمه هون اي بي اي هو الاوتوماتيك. لا بديش انا بدي اي تريبل اي. لما عملت اي تريبل اي صار رقم واحد. شفت كيف؟ طيب خلينا نروح على محل ثاني نجيب منه معلومة ثانية. هسه هاي بديش اياها صح؟ لاني اخذت اللي بدي اياه منها، خلص بديش اياها. انا كتبت اللي بدي اياه وحطيت ريفرنس. باجي بقول تكنيكال رايتنج is used to inform people about certain topics or to give them instructions based on a procedure that describes توصفها يعني. هاي كتبتها من عندي صح؟ طيب خلينا نروح اشوف هاي المحل ثاني شو كاتب. ارجع ليش يا خلص اخذت منه شيء. هات نشوف محل ثاني شو كاتب. تكنيكال رايتنج جوجل ديفلوبرز طلعنا عليها. ديسكريبشن اوف، لا ما بدي جوجل ديفلوبرز. بس ان اني كيس يعني مشان تعرف ان التكنيكال رايتنج موجود في كل مكان. لا ما بدي يعني هاي من الديفلوبرز. هاي من محل ثاني اسمه instructional solutions. what is technical writing كذا كذا كذا. نقرأ. are you looking to understand what writing is and how to become more proficient or how to become proficient? technical writing can to be highly coveted skill. يعني كثير ناس يكونوا شاطرين فيها. demand is expected to grow. this article we cover the exact definition of technical writing. We also show average day for technical writer and so on. What is technical writing? Technical writing is the practice of documenting processes such as software manuals, instructional manuals. Traditionally, it was limited to manuals of some sort. إذن التكنيكال رايتنج اللي بحكي عنه هو اللي له دخل في المانيوالز. ماشي؟ New definition. Today, technical writing encompasses all documentation of complex technical processes. اليوم, technical writing بتشمل كل ال documents وكل ال processes. It includes reports, executive summaries, briefs. Anytime technical information is conveyed in writing at work, it is by definition technical writing. أي وقت أنت بتقدم فيه information that is technical أو presented in a technical form اسمها technical writing. فخلينا نفترض إني أنا هاي المعلومة جبتها من كتاب تبعكم. بدناش لأن عملنا ويب سايت، ويب سايت بتعملها بنفس الطريقة. خلينا أخذ مثلا هاي وأكتبها بصيغة ثانية. هاي الدوكيومنت تبعتي اجي احطها هون، بصير اخليها زي ما هي او اعدل عليها زي ما هي. بصير لازم تكتبها بالضبط. اذا technical writing includes all types of technical manuals and complex processes. اعتبر حالي اخذتها من هون.
نيه هاي خلاص درحها. شفت كيف نكتب هيك؟ هسا بدي اروح اكتب هون السايتيشن تبعها، باجي بكبس هون برجع على اد سايتيشن، انسرت سايتيشن. طب هذيك مسجل اياها، اد نيو سورس. هالمره انا جايبها من كتاب، من كتاب بوك. بيجي بقول لي انو الاوثر تبع البوك، بقول له اسم الاوثر مثلا ويليام ستولينز. شو ألف هذا؟ اسم الكتاب Technical Writers Today مثلا، هذا اسم الكتاب. الير اللي عملوا فيه سنة 2019، أنا هيك من عندي بكتبها. وين عمل؟ في نيويورك. والببلشر وايلي، زي الببلشر تبع كتاب الأوبريتنج سيستم اللي واحد يعني. المهم هذا هو، هاي ضافها، صار هذا رقم 2. إذا هاي السايتيشن الأول، هاي السايتيشن الثاني. شفتوا شو يعني سايتيشن؟ يعني أنت من وين جبت المعلومة، هاي معناها سايتيشن. طب هيك خلصت أنا؟ خلاص حطيت له واحد واثنين وأنا جبت سايتيشن. طب طب اللي بيقرأ هاي الدوكيمنت وين هن الواحد واثنين؟ وين هن؟ شايفهم؟ المفروض فشو يكون بتضيف؟ في آخر الصفحة. ايوه، فشو بتضيف في اخر الصفحه؟ بدك تضيف ريفرنس تقول له شو هن الواحد وشو هن الاثنين. طب هاي اعملها انا مانيولي، اكتبها كتابي، ولا مايكروسوفت وورد بيعمل لي اياها؟ شو بتتوقعوا؟ من الورد نفسه كمان. الوورد نفسه. هسه كيف بيعمل لك اياها؟ برضه تطلع علي، بتروح على هاي اللي هون اسمها بيبليوغرافي. شو حكيت لكم عنها قبل شوي هاي الكلمة؟ شو معناها؟ معناها ريفرنسز، وبيستخدموها البريتش أكثر من الأمريكان. بكبس عليها، بكل اللي بدك إياها أكتب لك إياها على شكل بيبليوغرافي ولا ريفرنسز؟ بقول له لا ريفرنسز، تشيك، بكبس على هاي بطلع لي إياها. ترى كيف محلاهن؟ ريفرنسز. اول ريفرنس رقم واحد انديد دوت كوم، وات از تكنيكال رايتنج اسم البيج، وهي تاريخ الاكسس تبعها، وهي اليو ار ال. شو بدك احلى من هيك؟ طب انا بقدر احفظ اني لازم اكتبها بهذه الطريقه؟ بقدرش. وبقدر ارتب لي 20 30 ريفرنس ورا بعض؟ برضه بقدرش، لانه سأفرجيكم شو بصير في بعض الحالات. الريفرنس الثاني ويليام ستولينج تكنيكال رايترز توداي، اسم الكتاب نيويورك وايلي 2019. شفت كيف؟ نيويورك وايلي 2019. طب انا بدي اقعد احفظ هاي ال 2019 تيجي هون ولا تيجي هون؟ شو شو يعني؟ مستحيل الواحد يحفظها. فمايكروسوفت وورد بيعمل لك اياها اوتوماتيكلي. وصلت الصوره يا حلوين؟ هذا كل الشغل. طيب هسه اطلع شو الحلاوه تبعتها هاي بزياده. افرض انا جبت هاي الجمله، هاي جبتها من ريفرنس ثالث، باجي بكبس هون بعمل انسرت سايتيشن، اد نيو سورس. النيو سورس جورنال بيبر او جورنال ارتكل، انو كتبها؟ سامي عوض. التايتل تبعها هاو تو رايت تكنيكلي مثلا. الجيرنال نيم نعتبرها الجيرنال تبعت جامعة بيرزيت. تعرف شو يعني جيرنال؟ مجلة، المجلة اللي بنشروا فيها ارتكلز. الير 2022، البيجز من 18 ل 36، الفوليوم يعني انه عدد 4، الاشيو 12 مثلا. باجي بقول هيك. هسه صار في عندي انا، لاحظ صار في عندي شو كمان؟ سورس. اجى رقم لي هاي واحد، رقم لي هاي اثنين، بس هاي بعدها اثنين، مش لازم تصير ثلاث؟ لازم تصير ثلاث.
بتصيرش ثلاث الا اذا نزلت تحت على هذا الريفرنسز هون، لانه هي بتطلع مش موجود. وبتيجي هون تكبس عليه، اكبس اي مكان يعني، هاي برا هاي جوا، وهون اعمل ابديت سيتيشن اند بيبليوغرافي، فبتلك يرتب لك يعني واحد اثنين ثلاث، اطلع فوق مرتبات واحد اثنين ثلاث. هاي الحلو اباوت مايكروسوفت وورد، بجهز لك اياه يعني. حتى لو بدك تكتب رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه بنفس الطريقة. هاي كانت أصعب شغلة بالزمانات قبل ما تبقى أوتوماتيك في مايكروسوفت وورد. هلا أنا بعلمك إياها وأقول لك 90% من الناس ما بيعرفوها. 90% من الناس ما بيعرفوها، هلا أنتم بتعرفوها، وهاي الفيديو مسجل وعندك موجود، بتقدر ترجع له 700 مرة إذا بدك. موجود. طيب. شوفوا كمان شو الحلو. افرض مثلا وانا اعمل اديتنج جبت هاي الجملة من هون، بديش اياها فوق، بدي اياها هون تحت، بدي اياها هون. هلا زمان بكنا مانيوالي نروح نقعد نرتب فيه، نكتب بدل هاي واحد، بدل هاي اثنين، بدل هاي ثلاث، ونروح على الجدول ونقيم ونحط ونعدل في ايدينا. لكن هسه شو بس بيلزمك تعمل؟ اكبس هون في اي وقت بدك اياه، اي فراغ بدك اياه، اعمل عدل، بعدل، صار رقم واحد سامي عوض، ورقم اثنين الثاني، ورقم ثلاث. بتبطل انت تكلك من وين جبت هاي الجملة وشو الريفرنس تبعها وشو اطلع من راسك هذا الكلام لانه اوتوماتيك. اوكي. فهلا انا شو اللي طالبه منكم؟ اللي طالبه منكم ما يلي: اكتب لي هوم ورك. وات از تكنيكال رايتنج؟ بالضبط زي ما عملت انا. وبتروح على ارتكلز اني وير، اعمل على جوجل سيرش، اعمل اي اللي بدك اياه، نحط لي 2 اور 3 ريفرنسز. اكتب لي بس ايش بدك تكتب لي، ايش مرتب، بحيث اني لما اقراه اجي اقراه هيك. تكنيكال رايتنج از يوزد تو انفورم بيبل اباوت سيرتن توبكس اور جيف ذيم انستراكشنز بيست اون بروسيدر. ممتاز. تكنيكال رايتنج كذا كذا كذا. تكنيكال رايتنج انكلودز، بتحط اكزامبلز، بتحط مين اللي بيعملها، مين كذا. يعني اكتب لي انت توبيك كويس بحيث ما يتجاوزش 1 بيج، ما بدي اكثر من صفحه. ولكن شو اهم شيء بدي اطلع عليه؟ السايتيشنز عملتهم صح ولا مش صح. طيب تقدر تقدم لي هذا الهومورك بدون ما يكون في هنا تايتل بيج مرتبه الك؟ لا، لازم تحطها دائما. اي مره بتقدم لي ورقه مش مكتوب عليها اسمك وشو الهومورك وشو التاريخ وشو كذا وشو كذا، بتنخصن لك علامه. احنا شو بنتعلم؟ تكنيكال رايتنج. اذا يو هاف تو رايت بروبرلي. اوكي. دونت فورجيت اني اوف ذا رولز. انا بالصف لو اني وجاهي معاكم بخليك تجيب دفتر وقلم، كل رول احكيها تكتبها. بالاخر باخر الفصل بيطلع عندك 50 60 رول، هذول هن خلص احنا صرنا حاكينهم لحد الان، بجوز 20 لحد الان. بس هاي الشغلة اللي أنا علمتك إياها اليوم، believe me, nobody will teach you that ever. أوكي؟ أنا هيك خلصت. عندك homework تكتب لي what is technical writing وتحط proper referencing. وبس، المرة الجاية بنكمل emails و memos. الشعب الثاني هيك سبقوكم، مش مشكلة، بس آخرتهم بتأخروا. Any questions؟ دكتور بدي أسأل، اسأل. في طريقة في كتابة الريفرنسز بتكون كلهن في آخر الكتاب أو آخر المنشأة، شو بتفرق عن هذا؟ نفسها اي تريبل اي هي هاي 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 هي هي نفسها. هسه لو انه انا عندي 80 صفحة، وين بعمل التيبل؟ وين كيف هذا عملت التيبل اصلا؟ خلينا نحاول في شيء بكل ديليت. أنا كيف عملت هذا التيبل؟ متذكر؟ أي ما حيكون. كيف عملت هذا التيبل؟ أنت بضلك تعمل citation 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 insert citation 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 في آخر الدوكيومنت تبعك، إن شاء الله بقى 80 صفحة، بتيجي على آخر صفحة وبتقول له بيبليوغرافي، اعمل لي اياهم بس بدي شيء، تكتب بيبليوغرافي، اكتب ريفرنسز، تشيك، يطلع لك التيبل كله. ان شاء الله بقى عندك 700 ريفرنس.
وصلات؟ خلص، تمام. هذا هو، هذا هو نفس الشيء. يعني هذا بدك تعمله بالسينيور بروجكت، لما يعني ما في معلومة بعطيك اياها مشان فور لكجري، فيش شيء لكجري، كله مفيد، هذا بدك تستخدمه وبتتحاسب عليه كمان اخرى، يعني مشان للعلم. طب دكتور، لو بدي أخذ من فيديو مثلاً، فيديو بتحط شو حتى اشوف محطوط في الانسرت سايتيشن، فيديو بده يكون من يوتيوب، بدك تعتبره ويب سايت. انسرت سايتيشن نيو سورس، اشوف اذا كان بقبل فيديو. بقبل اي مثلا ساوند ريكوردينج او ارت، بقبل. هات شوف اسم الارتست، تايتل انستتيوشن، يير، ساوند ريكوردينج، كومبوزر، مين المؤلف، شو تبعته لبرودكشن كومباني، وير. لازم هاي البرودكشن كومباني لانه الاونر شيب لهم الهم. فيلم نفس الشيء، تايتل، برودكشن كومباني، دايركتور، ريجنال، كل بصير. انترفيو، باتنت، كيس، ميسيلينيوس، الكترونيك سورس، اسم الاو، التايتل والسيتي والير والى اخره. شايف كيف؟ كل شيء، كل شيء له. يعني ما بصير انت تاخذ معلومه، حتى الساوند. يعني انا مره علمت انتروداكشن تو مالتي ميديا، اذا بدك تدخل اصوات مثلا زمور سياره ولا صوت طياره ولا صوت سياره ولا صوت مي ماشي ولا صوت كذا، هذول كلياتهم عليهم كوبي رايت. يعني اذا انت بتستعملهم، او صوت واحد بيشرب، اذا انت بتستعملهم بدك تحط الكوبي رايت وبدك تندفع له مصاري عليهم اللي عاملها. بس احنا هون بنجيب الاشياء من النت وبنستخدمها مع الصور مع كذا. الصور ممنوع، اي صوره بتجيبها من النت بدك تحط الريفرنس تبعها. اوكي، هلا اذا بدي اجيب تمام. انا صوره واحط الريفرنس تبعها من هون، انسرت كابشن، تمام. الصور، وحتى هاي تيبل كمان، التيبلز في الدوكيمنت تبعتك تعمل انسرت تيبل، اوكي، وهو لحاله بعطيه اسم ورقم والى اخره. والصور تعمل انسرت كابشن، فيجر 1 اذا بدك يعني هيك اسمه، والى اخره. بتحط الصوره وبتحط انت من وين جبتها، السورس. وصلت؟ تمام. ليبل فيجر، انت بتغيره بتحط اللي بدك اياه. ففيش اشي يعني ممنوع، ممنوع تكتب دوكيمنت وتجيب فيها معلومات من برا، لا صوره ولا صوت ولا فيديو ولا حاجه، الا تكون عامل له بروبر ريفرنسينج. وهاي كل الحكاية. أخذت غياب؟ خلصت أنا هيك. Any other questions؟ يعطيك العافية الله يعافيك. You دكتور. can انا guess. لما نعمل احنا اقتباس من موقع ولا من اي مكان، اي محل كتاب، اللي انت عملته انك ما اخذتش الاقتباس زي ما هو حرفيا، عدلت عليه، صحيح، يعني لازم لازم هيك. هيك. لازم هيك. Use your own words، أول جملة مكتوبة. Use your own يعني words. لازم يكون بتصرف يعني. ايوه، خلص دائما دائما دائما. يعني هاي الكوبي وبيست ممنوعه قطعيا، حتى لو حطيت ريفرنس اسمها كوبي تشيتي، ما بزبط. وعندنا احنا تول، عندنا تول اسمها تيرنت ان، لما انت تسلمنا الريبورت مثلا بكل قديش من الدوكيومنت هاي كوبيد تكست، بكل قديش النسبه. فإذا أنت عملت تصرف في الجملة، يعني لو كنت مثلا آخرها وحطيته أولها وغيرت هذا، بصير اسمه تصرف. المهم ما بيعتبروش يكونش كوبي. كوبي. بيعتبروش كوبي. خلص. Alright. Good question. مرات بشوف بحط علامات تنصيص. بصير، بس أنت لا، بدك تعيد الصياغة نفسها. العلامات التنصيص لك اذا مثلا كان زي القران، تقدر تعمل له ريفريز قران، تقدر ايش بتحط اكزاكت وورد، زي ما قالها الرسول عليه الصلاه والسلام، هيك قالها، هاي بتحط علامات. اما مش حكي واحد عادي يعني كاتبها في كتاب، ما بصيرش تقيمن وتحطن هون، الا اذا بكت مثلا قصه كاتبها شكسبير، بدك فقره من اللي كلوهن، بصير.
بس احنا في التكن رايتنج مناش نعمل كوتنج لاي واحد من هذول الناس ولا ايش، بدنا معلومات وانستراكشنز وخلصنا. وصلت؟ وصلت I'm خلاص، done. يعطيك العافية. ما فيك، سلامات.